كابتن هيثم، مكملين لقاءاتنا على واحد من نجوم الفريق النهارده واللي كان فارق كتير جدا مع الفريق سواء دفاعا او هجوما، كابتن عمر طارق. كابتن الف مبروك الفوز باول مباراه، مباراه صعبه في ظل ظروف صعبه، شايف المباراه ازاي وتقول ايه على زمايلك ومجهودهم الجهاز الفني؟ الحمد لله طبعا على المكسب اول حاجه، وهي ماتشات الفاينل كده، يعني ماتشات الفاينل ما فيش ماتش هيبقى سهل، مهما فرقه طلعت ولا فرقه كانت خسرانه الماتش بيرجع تاني في الاخر، والماتشات كلها بتخلص في الاخر. فالفرقه اللي بتكسب هي اللي بتفضل متماسكه اكتر لحد اخر الماتش، وبتفضل مع بعض لحد اخر الماتش، والحمد لله احنا قدرنا نعمل كده يعني ونمسك في المكسب في الاخر. كابتن عمر، يمكن الماتش راح وجه كذا مره، فرق هنا فرق هنا، لكن كان دايما بتجتمعوا في بعض في الملعب واللعيبه بتتكلم مع بعض، كنتوا بتقولوا لبعض ايه وبتتفقوا عليه؟ ان احنا اهم حاجه لازم ندافع كويس، يعني ده اهم حاجه. احنا في اوقات في الماتش ممكن بنبقى مش قادرين نجيب باسكت، مش عارفين نجيب سكور، بتبقى يعني واقفه معانا شويه، اهم حاجه ان هم ما يجيبوش فينا، يعني طول ما هم احنا محافظين على الديفنس بتاعنا هو ده اللي هيكسبنا، يعني هو ده اللي هيكسبنا بقيه الماتشات، لان بعد يعني ده السيريز طويل والماتشات هيبقى فيه ارهاق وهيبقى فيه لعيبه تعبانه، فممكن يبقى لعيب مش قادر اليوم ده ان هو يجيب سكور، بس الدفاع هو اللي هيكسبنا البطوله ان شاء الله. عمر، واتمنى لكم التوفيق في اللي جاي ان شاء الله. كابتن هيثم، دي كانت تغطيتنا ودي كانت لقاءاتنا، والحمد لله فوز النادي الاهلي في جيم 1 من سلسله بيست اوف 5 في نهائي كاس السوبر للرجال. ان شاء الله النادي الاهلي يكون موفق في المباراتين القادمتين، وان شاء الله يكون دايما البطوله من حظ النادي الاهلي وداخل دولاب بطولات النادي الاهلي. كمان الكابتن هيثم، اتفضل. الزميل محمد توفيق، بشكرك شكرا جزيلا، مبروك نادي الاهلي، هارد لك نادي الاتحاد.